حضرنا على العمل التطوعي اليوم، حضرنا على العمل التطوعي اليوم، وحضرنا على انه العمل التطوعي كما قال في بيراميد ماسلو، كاين الحق والقمه سي لاكومبليسمون، الحق للانجاز. بصح انا اليوم راح نركز على حاجه، انه العمل التطوعي كيفاش يقدر يساهم ويساعدنا في بناء مسار مهني، وكيفاش يقدر يعاوننا. وخلال هاد لا بريزونطاسيون راح نحاول نجاوب على بعض الاسئله. من خلال هذا العرض التقديمي على معظم الاسئله اللي تجيني عن طريق المدونه تاعي في البريد الالكتروني وقناه اليوتيوب، وهما واش هما الاعمال التطوعيه اللي نقدر نشارك فيهم كطالب، كيفاش نقدر نندمج في العمل التطوعي، واش راح نربح من العمل التطوعي اذا كنت انا نمد بعض من وقتي مالي ومجهودي، واش الفايده وشنو هو المقابل، وقتاش يكون العمل التطوعي مضيعة وقت. يجوني بزاف طلبة يقولوا لهم والديهم وشنو هذه مضيعة وقت، راك تضيع وقت، هل هو فعلا مضيعة وقت، وقتاش يكون مضيعة وقت، وقتاش نتحدثوا على تجاربنا التطوعية في مواقع التواصل الاجتماعي ولا مع الناس ولا مع نشاركوها مع لا كوميونيتي. باسكو كاين ثاني سؤال اللي يجيني يقول لي نورمالمون واحد كيدير الخير ما يهضرش عليه، هذا رياء، فراح نطرق لهذه النقطة. وقتاش هل نقدر نكون متخصص في مجال التطوع ولا نقدر نتطوع في أي حاجة؟ وقتاش نقدر ننضم للجمعيات ولا نأسس المبادرة متاعي ولا نأسس الجمعية تاعي؟ وشنو هو الفرق بين الفعاليات الحضورية والرقمية خاصة أنها طلعت خلال جائحة كورونا؟ راح نبدا بالسؤال الاول، ما هي انواع الاعمال التطوعيه اللي نقدروا نشاركوا فيها؟ وانا في الاطار الاول اللي كان عندي احتكاك بالعمل التطوعي هو خلال الدراسه، كان قبل خلال الثانويه وكان عندنا اساتذه مؤطرين. راح نبدا من الجامعه بما اننا رانا في جامعه قصدي مرباح اليوم، وحبيت نهضر على لو بروجي بار اكزومبل اللي خدمناه اسمه تريزوريزي في 2012، ونحاولنا نلمو كامل لي كور باسكو كانوا يمدوهم لنا بابي، كانوا يمدوهم لنا كيما نقولوا يبعثوهم، كاين دي بروف يبعثوهم باغ ايميل، كاين يبعثوهم يمدوهم لنا بابي. قلنا وعلاش لا نلموهم في مكان واحد وين يكونوا كاينين، سورتو حنا المدرسه تاعنا فيها هذاك السيستم تاع الكونكور كلاس بريباراتوار ومن بعد تجوز للمدرسة العليا، فكانت المسألة بدات غير من سنة أولى سنة ثانية، ومن بعد كبر المشروع ولا سنة ثانية ثالثة رابعة خامسة، وكاين أون جينيراسيون راهي تخدم عليه، تسمى البروجي راهو يجوز من أون بروموسيون لأون بروموسيون باش يقعدوا لي كور، كاين شكون راهو يدير ميزاجو، فهذا مشروع يقدر يكون نموذج أنه الطلبة تقدر تبدا به مثلا في جامعتكم ولا في الكلية نتاعكم ولا في التخصص نتاعكم، وين الطالب مثلا طلبة البكالوريا كيجيو يسقسيوكم واش تقراو واش ديروا، تبعثوا له ليا ها هم المواد اللي نقراوهم، ها هم باش يدي فكرة بار اكزومبل على مثلا لي ستاج اللي ديروهم، لي تي بي اللي تخدموهم، لي تي دي اللي تخدموهم، وتوفروا لهم بزاف وقت في التحضير. نموذج المشروع الثاني كان مع المدرسة العليا الإعلام الآلي توجور، كان في السنة الأخيرة تاعي وين كان عندي وقت كيما لهنا اللي راهم متخرجين نقدر نقولوا عندهم وقت يكونوا شوية فليكسيب، وين كان مشروع نادي الطفولة صغيرة لينوسونس، كان هو موجود يعني في الأصل، وحنا انضمينا ليه في 2014-2015، وكنا واش نديروا؟ صيغة الجمعية كان عندها طابع نادي، ما كانتش جمعية، دونك نادي ضمن المدرسة العليا للإعلام الآلي، واش نديروا فيه؟ يعني العائق اللي ممكن يصادف الجمعيات والنوادي أنهم التمويل، تمويل المشاريع تاعهم، كيفاش يقدروا
يكون عندهم مدخول اللي يقدروا به ينشطوا لي زاكتيفيتي. مادام حنا نخدموا للطفوله ونخدموا مثلا للمرضى، فكانت الطريقه تاعنا بار اكزومبل نطيبوا ونبيعوا. وحده من لي زاكتيفيتي اللي كنا نديروهم نقولوا لهم كاين جورني اليوم تاع تاع طبخ ولا، ويجيو ويحضروا ويكون هذاك كاين اون امبيونس من طلبه طالبات بزاف، وكاين طلبه يقولوا لماهم ولا خاوتهم يطيبوا ويجيبوا نبيعوا، وبهذوك الدراهم نطلع نديروا لا كوليك نقدروا نشريو بهم الحاجيات اللي نحتاجوهم مثلا في المستشفيات ولا في لي ميزون داكوي. وفي هذه التجربات تعلم صح كيفاش تنظم، باسكو ماشي ساهل تروح للسبيطار، ماشي ساهل شكون انت باش يخليوك تدخل مثلا ميزون داكوي. تتعلم كيفاش تتعامل مع الادارات، تخرج من الطابع الاكاديمي تعود تصادف الاداره الجزائريه كيفاش تخدم. اذا انا ممتنه لهذه التجربه وعلمتني الواقع تاعنا، علمتني من بوكو بلوس صغيره لي نونسونس، تخليك شغل فيها نوع انه تخليك تحمد ربي على واش عطاك. باسكو كي تروح تشوف الناس لي كونسيرو في السبيطار، تشوف الناس يعانيو في لي ميزون داكوي، اطفال ما عندهم حتى ذنب خلقوا ما يعرفوش والديهم، هذو كامل شغل كي نروحو نتلاقاو بهاد الشريحه نعرفو قيمه واش عندنا ونحمد ربي على واش عندنا. يعني تعلمنا كيفاش نكونوا شاكورين او ممتنين للشيء اللي عطاوهولنا. كاين ثاني جمع الادوات، جمع الكتب، جمع الالبسه الشتائيه، يعني كاين مختلف الطرق مش شرط انه يكونوا دراهم. نيكست طريقه ثالثه تنظيم محاضرات كما تقريبا واش درتو اليوم سوسيتي بتروليوم انجينيرز، انك تنظم محاضرات ولقاءات في المجال تاعكم. منها انك تجيب ناس اللي سابقينك في ليكسبيريونس اللي يقدروا يختصروا لك الطريق ويعلموك حوايج انت ما كنتش تعرفهم، تستفاد منهم، يقدروا يكونوا مصدر الهام انك نهار اخر تشوف روحك اليوم منظم. غدوه تقدر تكون محاضر، غدوه تقدر تمد المعلومات وتشاركها مع الناس. كما كانت هذه الاستاذه حنان خضر من الاردن، كانت شاركت هي في برنامج تكوين وكانت جاتنا في 2015. كي دارت المحاضرة تاعها كانت مصدر إلهام لي أنا شخصيا أني نعاود نشارك نسجل في البروغرام ونشارك فيه. وكي شاركت التجربة تاعها هضرت على مدى تأثير يعني البرنامج، أنه ملي كانت عاملة كي رجعت خمت علاش ما تكريش حاجة هي أنه تعلم الأولاد الصغار لا بروغراماسيون، أنه الكمبيوتر ولا المناهج تاع المعلوماتية يكونوا مدمجين من الابتدائي للإكمالية للثانوية. وحاليا يعني البرنامج تاعها هالو كيدز راهو معتمد في الأردن. كاين هذا ثاني مخيم، أنا هذا مخيم يعني التجربة توجهني قريبة عليا بزاف. علاش؟ باسكو أنا كي تخرجت ما لقيتش توجيه، ما لقيتش واش لازم كي يتخرج واحد، ما لقيتش كيفاش واش لازم يدير، يعني اسك ندير دكتوره، اسك نروح نحوس على خدمه، كيفاش نحوس على خدمه، كيفاش نلقى لي زوبورتونيتي. فكان هذا المشروع الدافع تاعو احتياج، انه انا محتاجه هذا الشيء، ما نخليش ناس واحد اخرين يحتاجوا ولا نقولوا يكون عندهم هذا الجاب، انك كيفاش تقدر تلاقي ناس في بلاصه واحده. جبنا الطلبه اللي هما من مختلف الولايات، 26 ولايه وقتها سنه 2016، من 26 ولايه، ولقيناهم دي بروفيسيونيل، لقيناهم بناس يديروا لا ريشيرش، بناس اللي عندهم اونتربريز كيفاش يديفلوبي اونتربريز. كي تعطي فرصه للطلبه ولا التلاميذ انهم يجربوا، تقدر تعطيهم كيما نقولوا فيزيون على واش يقدروا يديروا في المستقبل. مانيش نقول لك تقدر تحلوا كامل مشاكله، تقدر تفري له كامل مشكل التوجيه، بصح على الاقل تنقص في الاسئله تاعو، تعطيه فرصه انه يتلاقى بهاد لي بروفيسيونيل ويشوفهم. وكان هذا الكامب يعني اختير من بين 100 مشروع اللي عندهم تاثير في العالم، تاثير ايجابي في العالم حسب امباكت جورناليزم داي سبارك نيوز. واكيد اكيد يعني في ورقلة لهنا، انا كي رجعت بعد ما تخرجت في 2015 رجعت في حسين سعود مقيمه، فكانت اي مبادره
نحاول نلتحق بها، منها تيدكس ورقلها، كاين عضو معنا لهنا منظم من تيدكس ورقلها، كانت اول طبعه في 2016، وانا كان يعني ضمن احلامي انه ملي كنت نتفرج تيدكس كان مصدر الهام لي، يعني نتفرج الناس اللي تشارك تجربتها، تشارك مشاكلها، تشارك افكارها، تقدر تدي يعني تنقص لك مسافات كي تسمع الانسان مجرب، تختصر لك بزاف مشاكل، مع العلم انه لازم تاخذ الكونتكست اللي راك فيه، مش اي حاجه نقدر نطبقوها. كي جات فكره تيدكس الورق لو لقيت لانونس، انا اللي توجهت لهم، بعث لهم نشفى ميساج فيسبوك، قلت لهم انا مهتمه اني ننظم هذه التظاهره معاكم، والحق رحبوا بيا. كان فريق العمل كامل كان في ورق، انا كنت في حاسي وسعود، فكانت اول مره نخدم كما نقولوا بطريقه رقميه، يعني بديت بطريقه رقميه انه من الدار. فلي يقول لك ما تقدرش دير تطوع، تقدر دير تطوع من فراشك، يعني من شنطتك، من الميكرو تاعك، من التليفون تاعك. وكانت هذه هي الطريقه انه نحاولوا نتواصلوا مع الناس، لي سبيكر اللي يقدروا يجيو نعيطوا لهم، اللي ما يقدروش يجيو كيفاش نلقاو لهم بديل. وكذلك المشاركه عن طريق تقديم محاضرات كما راني هنا اليوم، كما كنت قبل في ويكي ستيج، كما كنت باسكو علاش ما كانش واحد يقدر يلهم واحد كما ابن مدينته وابن المنطقه نتاعو. باسكو علاش نعرفوا لي بروبليم تاع بعضانا، نعرفوا التحديات تاع بعضانا. فالفكره انه كي يجي واحد من المنطقه تاعنا ولا من بلادنا ولا يهضر، راهو يهضر على تجربه، راهو يهضر على خبره، وراهو يهضر على كيفاش نقولوا تحديات اللي هو اجتازهم، ويقدر يشاركهم مع طلبه نيكس. كذلك طريقه من طرق التطوع هو المنتورينغ، انكم يكون بروفيسيونيل كيما لي زونكادون في ستاج، كيما لي بروموتور في ستاج، اللي يقدروا يعاونوكم ويشاركوا تجربتهم معكم. هادو لي بروموتور ولا هادو اللي يديروا لونكادومون جينيرالمون ماهمش خاصين على هذيك الخدمه، بصح عندهم كيما نقولوا رغبه انهم يشاركوا تجربتهم الحرفيه مع الناس. والمنتورينغ من اكثر الوسائل، من اكثر الوسائل اللي يساعد الناس في التقدم في مساراتهم المهنيه. تحكم اي واحد، شوفوا احنا في الدنيا واحد ما ينجح وحده، ما كانش منها هذا كيما نقولوا الباطل الخارق ولا سوبر مان سوبر وومن، انا ما نامنش بها. وشغل ديما كي تقعد مع الناس تلقى واحد كان في ظهره، تلقى واحد وقف معاه، ولله في سبيل الله، يعني ما كانش ينتظر منه مقابل ولا، باسكو علاش؟ باسكو هو جذب هذاك النقص ديجا، وما تبيه الناس ما تطيحش فيه، وتلقى عندهم سبحان الله عندهم انه يحب يعاون الناس، فأي واحد تقدر تتلاقاه، تكون زعما تزيد تقصر معاه وتحكي معاه، هذيك قصة البطل الخارق ولا البطل الوحيد أنا ما نأمنش بها، وأي واحد تقدر تقعد معاه يقول لك كاين شخص ساهم في الشيء اللي راني وصلت له، مهما وصل في يعني في الدنيا ولا في النجاحات ولا واش حقق في حياته، تلقى عنده واحد موراه. نيكست، كذلك كيما الفعاليات تاع البانلز انه تشارك تجربتك، ولا المعارض الشغل وين تقدروا تتلاقاو بالشركات. معارض الشغل ثاني وسيله انه شركات تجي تتلاقى مع الطلبه، وهي تدخل كيما نقولوا في لا ريسبونسابيلتي تاعها، كيما نقولوا في لا سوسيتي سيفيل، انه تعاون كيما نقولوا تبني جسور، باسكو الشركات ولا الطلبه ما عندهمش كيفاش يتلاقاو الشركات، غير اذا تنظموا معارض شغل، غير اذا تنظموا دي كونفرنس كيما هكذا، باش نقدروا نتلاقاو بهاد لي بروفيسيونيل، بهاد المسؤولين، بهاد لي ريسبونسابل، وين تقدروا تطرحوا انشغالاتكم ولا اسئلتكم، كيما كانت قبل لو كاف البوست كافي، وين عرضوا يعني الاشكاليه تاعهم في ظل البرنامج اللي راهم يوجدوا له، فما كانش يعني فرصه كيما هذه. نيكست، كاين ثاني وسيله اخرى انه تعاونكم بزاف بزاف في الفالنتيرينغ، هي الكتابه، التدوين. كي تكتبوا واش تخدموا ولا واش تقراوا، ولا مثلا اليوم راكو حضرتوا هذا الانترناشونال فالنتيرينغ داي، تخرج تكتب عليه مثلا في البوست، ماشي غير تبوبليو في الصور، لا لا، تكتبوا واش تعلمتوا، واش زادلكم، واش الهمكم، وجهه النظر تاعكم. الناس تقدر تبدا تبعك من هذا البوست ولا من هذا المنشور، ومنها تقدر دير مدونه. باسكو علاش دوكا فكره التدوين عادت تساعد بزاف الناس انهم يطوروا المسارات المهنيه تاعهم،
والناس تلقاهم ستادغ يبني كما نقولوا العلامة التجارية نتاعه ولا العلامة البيرسونال براندينغ نتاعه. الناس تعود تعرفوا بالتخصص نتاعه. كي تكتب على التخصص نتاعك تكتب مقالات تكتب منشورات على لينكدين ولا على الفيسبوك ولا اختاروا المنصة اللي تحبوها ديروا كما نقولوا ديكور مصغرين راني جاية بالنكست فيديوهات على المشاريع اللي ديروهم ولا تربصات اللي ديروهم راكو تعاونوا ناس واحد اخرين يستفادوا منكم ويلقاو معلومات ومن جهه واحده اخرى راكو ليكسبيرتيز تاعكم يعود يتعرف باسكو علاه دوك المؤسسات عاد تحكم الاسم وتطابيه في جوجل وتشوف واش يخرج. ما تختصرش بزاف وقت يعني ما تضيعش بزاف وقت باش تقدر تلقى ليستوريك تاع هاد الكانديدا والعلامه تاعكم ولا كيما نقولوا البيرسونال براندينغ تاعكم ولا البراند تاعكم راهو باين في لي ريزو سوسيو. دوك حاجه واحده اخرى نفتح عليها قوس انتبهوا مليح واش راكم تكتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي انتبهوا مليح. يعني اذا ما كتبتوش ما تكتبوش اي حاجه اذا ما نشرتوش ما تنشروش اي حاجه باسكو العالم راهو صغير والعالم كيما نقولوا عاد قريه الناس تقدر تعرف الناس واش راه يدير خاصه يعني في مواقع التواصل واللي تسهل عمليه وصول الناس ليك فمشاركه فيديوهات ولا صناعه فيديوهات منها توري انه عندك الاكسبيريونس والاكسبيرتيز باش تكون في الميديا وعاد هذا المجال مطلوب لانه الشركات راهي تتوجه باش تكون حاضره ثاني في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ليكم انتوما تعرفوا بالامكانيات تاعكم. والاورغانيزاسيون من نماذج يعني الايفنتس اللي تقدروا ديروهم تورغانيزيو ايفينمون اون لين. دايوغ انا بديت مع جيولوجي كلاب في ورقله العام اللي فات مع ازمه كورونا درنا على المنتورين وهذا نموذج الهوم كامب اللي خدمناه في 2020 خلال شهر رمضان الكريم تجربه انه واش سهل الفيرتوال ولا واش سهل الفعاليات الرقميه انك تقدر تتواصل مع ناس ما كنتش تقدر تتواصل معاهم يعني منعتنا البعد منعنا المسافات انه نتلاقى في الفضاء الرقمي سهل هاد اللقاءات ولا سهل انك تلحق لهاد الناس وتتلاقى معاهم ولا تسمع منهم وتستفاد منهم فكان هذه فرصه من فرص اللي مدتهم كورونا رغم الخسائر كامل اللي تكبدناها خلال الجائحه. فوالا انا مديت مجموعه النماذج الاعمال التطوعيه اللي تقدروا تشاركوا فيها مانيش نقول لكم ديروا كوبي كولي شوفوا واش يساعدكم اذا عندكم يعني استفسارات تقدروا تواصلوا. سؤال يجيني هو ماذا نجني من العمل التطوعي بزاف هذا السؤال يروح ويرجع ويقولوا لي ايه صح انا هذا الشيء كامل راني نديره لله في سبيل الله مي جوسكا انا حاب نخدم انا حاب كيفاش نقولوا مدخول حاب انا بيان سور هذا الشيء كامل قلت لكم كاين اللي درتهم في المرحله وانا طالبه وكاين اللي درتهم الى يومنا هذا في مرحله وانا في الحياه المهنيه فواش نقدروا نجنيو من العمل التطوعي راح نمد ثلاث نماذج انا استفدت منهم شخصيا يعني ربحت منهم في العمل التطوعي. اول شيء العمل التطوعي يمكنكم في المهارات الشخصيه ولا سوفت سكيلز المهارات اللي ما تقدروش ممكن تلقاهم في المدرسه من المرحله الابتدائيه للثانويه ولا حتى في المرحله الجامعيه يخليكم تعلموا تنظموا فعاليات تعلموا تكتبوا اي حاجه مطلوبه يقول لك اكتب لي فيش تكنيك اكتب لي دوسي دو سبونسورينغ تتعلموا تطبطبوا على الادارات تتعلموا تطبطبوا باش تدبروا دراهم باش تمولوا الفعاليات باسكو يكذب عليك الفالونتاريا هذه ولا العمل التطوعي مرات ما يستمرش اكبر عائق اللي هو عائق مادي باسكو الناس ما تقدرش تلقى بيدجي باش تصرف على النشاطات تاعها فالفالونتيرينغ يعلمك تسال ولا تطلب سبونسورينغ تتعلم تكتب مشاريع وتكتب الدراسه الماديه اللوجيستيه تاعها تتعلم تجيري لا لوجيستيك قال وين نديروا لا كونفيرونس هاي وين نديروا القهوه ها هم وينهم لي ستوب مي هذا الشيء يندار قبل اداره الوقت اداره فريق العمل دوك كيما مثلا ريان عندها فريق عمل راهي تخدم معاه كل واحد عنده مهمه لازم تنسق بين هاد المهمات هاد لي كومبيتونس نلقاوهم بزاف في الفولونتاريا وبارفوا الله غالب ما نقدوش نربحوهم في
إدارة الضغوط، تعلم المستمر، تعلم خدم هذاك اللوجيسيال، تعلم خدم بهذا لوتي، تتعلموا تتعاملوا مع مختلف الأجيال والعقليات. ديجا كي سقسيت قالوا لي الكلوب هذا راه مكون من سنة أولى ليسانس سنة ثانية ماستر، فتقدروا ديجا كاين فرق عمر بين هاد ماهوش بعيد، ماهوش فرق أجيال. أنا خدمت وين كاين فرق أجيال، بصح فرق العمر هذا يلعب دور، فيقلص أنه هذا كبير هذا صغير كما رانا نخدمه، يقلص الثقافات إذا خاصة كنتوا في مجال تطوعي وين يكون كما دوك أنتم راكم تخدموا مثلا في مسابقات وين المسابقات تاعكم راهم من عالمية، يعني من دول، من دول عربية إقليمية دولية، الثقافات تاعنا ما تتشابهش، وهذا الاختلاف الثقافي باش تدخل وتكون كما نقولوا اليني معاه لازم تجرب تجارب كما هادو باش يخلي ما عندكش صدمه ثقافيه كي تخدم مع واحد من ثقافه واحده اخرى ولا من ديانه واحده اخرى ولا من دوله واحده اخرى اللي ما يخممش كيفك بصح مفطر تتعامل معاه. وثاني الفالونتاريا ماركيتها من لي كومباني ملتي ناسيونال بارفو يحطوها لي لي دومونديوها، شفت بزاف لي بروغرام هذوك اللي بعثوا اللي ريكروتيو كيما نقولوا لي بروفيل فريش اوت، واش يطلب عليه؟ ما يطلبش عليه تقولوا فريش اوت زيرو اكسبيريونس، بصح يطلب عليه كومين بينيفولا باش يشوف البينيفولا على بالو اللي يقدر يتاقلم سريع. عندهم كاباسيتي الناس اللي تخدم في الفولونتاريا تلقى حلول بطريقه سريعه، يقول لك الضيف ما جاش واش نديرو، الدوره الداتاش وحبس، تسمى حتى هاد كما نقولوا العوائق يتعلموا يحلوهم بالممارسه. فوالا التكنولوجيا مواقع التواصل، واش نهضر واش ما نهضرش، واش نكتب في انستغرام واش نكتب في لينكد ان واش نكتب في فيسبوك، باسكو مواقع التواصل الاجتماعي تاني عندها صوره نقولوا تعكس واش راه يخدم فريق العمل هذا. فوالا واداره اخر شيء اداره النزاعات يعني لي كونفلي والازمات، باسكو يصراو كي تخدم في جروب يصرا باسكو الناس ما عندهمش نفس وجهه النظر. هادو لي جروب هيتيروجين، كل واحد في اني، كل واحد من ولايه، ديجا نتوما ما شاء الله من كل روض زهره، فالفكره انه العقليات مش كيف كيف، فيصرا الكاش كما نقولوا، يصرا هذاك الكونفلي هذاك تاع لا نديروها هكذا ما نديروهاش هكذا. دونك كيفاش تجيري هذيك لا سيتوياسيون وكيفاش تستمر باش البروجي هذاك تاعك ينجح بغض النظر على كامل لي كونفلي صرا ميم في لي شونتي كيكونوا يخدموا بلاصون كيما يكونوا يخدموا فريق وين يصراو مشاكل، وبعد يتك ترجع الشاف دو شونتي كيفاش يجيري هذوك النزاعات. فاوت بيان سور تعرفكم بناس وتوسع كما نقولوا المعرفه تاعكم بالناس وبالنتورك تاعكم، ملي تكون عندكم دائره تكبر هذيك الدائره عن طريق العمل التطوعي. دونك هذه على مستوى الكفاءات، دونك هذا الصعيد الاول. الصعيد الثاني ونتحدث عن تجربه شخصيه، انا عاونتني العمل التطوعي اني نبدل مساري المهني. انا متخرجه من المدرسه العليا للاعلام الالي تخصص تكنولوجيا معلومات، واكتشفت بعد التخرج بعد تجربه عمل انه انا انسانه ما نقدرش نكمل في التكنولوجي، ما نقدرش نكون نخدم غير امور لي زيكرون نوار ولا غير في التكنيك، لازمني نتعامل مع الناس نخدم مع الناس. وكانوا هذه التجارب كامل سيقوني الفالونتاريا تاعي تعطيك شغل تعود تعرف روحك، كاين حوايج ما تعرفهمش غير بالتجربه، والفالونتاريا ساهمت في هذا الشيء انه عرفتني زعما انا واش نحب ندير واش ما نحبش ندير واش نقدر ندير. عرفتني بلي انا نحب نخدم مع الناس وعندي بوتنسيال كبير اني نتقدم في هذا المجال. ومنها اكتشفت انه مثلا لازمني فرصه في المجال تاع لا كومونيكاسيون ولا موارد البشريه، وكانت هذه الفرصه يعني اللي جات في الوقت المناسب. ومن بعد تلك الفرصه اني نخدم كاسيستونت ريكروتمون في جروب ريدمت، يعني حتى كي رسلت طلب العمل تاعي طلبت انه هدرت يعني في لاتر دو موتيفاسيون على هاد لي زيكسبيريونس كامل قبل ما نهضر بلي انا متخرجه من المعهد، باسكو كون قلت راني متخرجه من المدرسه اكيد راح يقول لي شغل اعلام الي وجابك للموارد البشريه، بصح انا قلت بلي هاد لي زيكسبيريونس كامل عاونوني باش
اكسبيريونس في الخدمه مع الناس، والموارد البشريه قائمه على الخدمه مع الناس، مع الادارات، مع بزاف كما نقولوا قائمه بزاف على الخدمه مع الناس. فوالا دونك يعني كل ما كان شاب تطوع كامل وهاد لي زيكسبيريونس كامل وهاد الافكار كامل، ما كنتش نقدر نبدل لا كارير تاعي جو بونس با، يعني بلا فولونتاريا ما كنتش نقدر نبدل لا كارير تاعي. ونمثل عدمات في عده يعني ايفنتس ومعارض شغل، سواء في ورقله ولا في اضرار ولا في جزائر العاصمه، يعني في الوان في كامل يعني في الجزائر، انه ما يكونش عندي هاد لافونتاج. نيكست. وثالث حاجه حابه نهضر عليها واللي كسبتها لي الفولونتاريا هي المشاركه في برامج التبادل الثقافي والمهني، وكان من بينهم تجربه ستيك وومن اللي تندار كل سنه في سيليكون فالي مده 5 أسابيع تربص. صح، وين صحت لي اني ندير التربص تاعي في تويتر على الموارد البشريه، يعني سيد نعرف واش العوامل اللي تخلي الناس فرحانين ايبانوي في خدمتهم في المسار المهني تاعهم. وهذا الشيء يعني الكول فور ابليكيشن لهذا البرنامج قائم ثاني على الفولونتاريا، واش درت قبل واش راك كابابل دير كي ترجع من البرنامج. فهادو نقاط مهمه جدا. وعلاش ثاني؟ باسكو البرنامج ككل يعني تك ومن قائم على المنتورينغ، يعني يجيبوا لك دي بروفيسيونيل يافكتيوك. باغ اكزومبل احنا المجموعه كنا في تويتر، لي بروفيسيونيل ولا لي زومبلواي اللي كانوا يتبعوا فينا كامل متطوعين. فهو اصلا برنامج قائم على التطوع تاع سواء الكوتشز ولا المنتورز اللي كانوا عندنا كامل متطوعين. فهو برنامج قائم على التطوع ويسقسيك واش تطوعت قبل وكي ترجع من البرنامج واش كابابل دير. فيعني هذه واحدة من لي فالور تاع البرنامج واللي عطاتني يعني كما نقولوا افونتاج اني نكون ولا نشارك في برنامج كيما هذا اللي كان بزاف ثري وكما نقول اضاف بزاف لمسيرتي المهنيه. بالمناسبه هو برنامج مفتوح للنساء العاملات في مجال التكنولوجيا، العلوم، الرياضيات والهندسه، واللي عندهم سنتين خبره وراه مفتوح حاليا للخريف 2022 اللي حب يسجل. ومن هذا البرنامج ثاني فتح لي افاق باش نشارك في برنامج واحد اخر اللي هو تيغرز. تيغرز كيشغل هو البرنامج تاع كيما تكون بصح الطلاب الثانويات من كانوا محتاجين فلايت شابرون ولا كيما نقولوا مرافق من ناحيه لوجستيه، من ناحيه كيما نقولوا التوجيه تاع هاد الطالبات اللي كامل في عمرهم بين 15 و17 في وقتي كانوا كامل 16 سنه، دونك كامل قاصرات ما يقدروش يسافروا وحدهم، فكانوا محتاجين مرافق. سجلت يعني في الابليكيشن وقبلوني باسكو هاد البرامج كامل اللي حكيت لكم. باسكو هو ثاني يقول لك شنو هو ليستوريك تاعك في البينيفولا، هل خدمت ديجا من قبل وين جريت ولاد صغار ولا وين خدمت مع هاد الفئه العمريه، وكيفاش تقدر تمد قيمه مضافه. ومنها عاونتني ثاني باش نروح مع المنتورز تاعي فاطمه مريم لا كونفرنس تاع مايكروسوفت اغنايت. هي هذه لا كونفرنس فيها الجانب التقني وفيها الجانب المهني، وين يهضروا على المنتورينغ، يهضروا على البينيفولا، يهضروا على المنتل هيلث، واللي تقدر مثلا تكون شغل فرصه واحده اخرى انه شغل حنا لا كارير تاعنا كيفاش عامله فرصه تجيب فرصه. سيتادير لا كارير تاعنا مش شرط تكون لاني راني هنا ولازم غدوه نكون هنا ولازم نكون، تقدر تكون ان كوليكسيون ديكسبيريونس، وكل اكسبيريونس تراكم تاعهم تفتح لك افاق الفرص واحده اخرى. وهذا بالضبط واش يسمح البينيفولا ولا واش يخلينا ناكسيديو ليه. وقبل ما نختم راح نحاول نجاوب على الاسئله تاع وقتاش يصبح العمل التطوعي مضيعه للوقت. العمل التطوعي يعود مضيعه للوقت كيعود على حسب اولوياتنا. مش انا نخلي دارنا ميتين بالجوع ونروح نخدم تطوع الناس واحد اخرين ولا كما نقولوا الاقربون اولى بالمعروف. فما حش نخلي دارنا وخالتي مثلا ولا اللي عندهم اولاد ونروح ندير تطوع للبراني. انا هكذا نشوف. ولا تكون على حسب خدمتي ولا على حسب الالتزام.
الالتزامات المهنيه نتاعي ولا تكون على حساب الاولويات تاعنا في الحياه. باسكو علاش انا سيغتان مومون هذا الانسان اللي يقعد يدير بينيفولا بينيفولا وما على بالوش وين راح يوصل ولا وعلاش الهدف تاعو وعلاش كيما نقولوا ما كفاش التزاماته اولوياته ما راحش يطول في البينيفولا. ما تلقاش انسان بار اكزومبل يخدم غير بينيفولا وما عندوش واش ياكل. فهذه الفكره اللي انا حابه نوصلها. ثاني حاجه التطوع في مبادرات ولا فعاليات ولا اللي تختلف على القيم تاعنا ولا تختلف على الاهداف تاعنا ولا تخالفهم اصلا. مثلا انا ما القيم تاعي تقول بلي لازم ندير كذا وكذا وكذا ولا ما نشاركش في مبادرات اللي ضد القيم تاعي. فما معناها حتى معنى ندير تطوع في حوايج اللي ضد القيم تاعي اللي خارج الاهداف تاعي واللي راح فريمون نضيع لي وقت ولا نطوع. كاين بزاف ناس طاحوا في هذه التجربه وتحدثت معاهم شخصيا وانا عشت التجربه هذه من قبل وين يطيحوا ولا هي داخله في ليكسبيريونس تاع الدنيا طيح مع ناس استغلاليين. فيرجعك اذا حسيتوا في مره من المرات ولا حسيتوا في برهه انه هذا الانسان اللي راكم تخدموا معاه البينيفولا ولا التطوع ولا راهو يستغل فيكم الاغراض الشخصيه. باسكو كيما حكيت لكم التطوع سي فغي يفتح افاق بصح كاين المشكله انه الناس يطلعوا على ظهر ناس ومن بعد يتكيفزدوا لهم النظره كامل على التطوع يقول لك والله ما زيد ندير حاجه غراتويت باسكو كاين ناس استغلوني وطلعوا على ظهري وبالك ما عطاهمش فيزيبيليتي ولا ما استغلوهم يعني ولا تعاملوا معاهم كلي راهو يتعامل مع امبلوايي اللي راهو يخلصوا اخر شهر. لا اذا حسيتوا للحظه ولا لبرها بلي كاين واحد قاعد يستغل فيكم يلفو ميو تجدوا رواحكم تعتذروا على العمل تعتذروا على المشروع لانه بينيفولا كل ما ديروهش وانتو اسمو بينيفولا اسمو كيما نقولوا تطوع طواعيه ما تخليو حتى واحد يديره لكم بالاكراه ولا يستغلكم الاغراض الشخصيه ولا الحاجه باغي هو يوصلها لتلبي اغراضه الشخصيه. وقتاش نقدروا نتحدثوا على تجاربنا التطوعيه ونشاركوها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذه التجارب كامل حكيت لكم عليها كنت كتبت عليها مقالات شاركتها لانه حسيت بلي نفعتني في مساري المهني وعاونتني نتقدم فيه. وقتاش وكي نكون اصلا مثلا في جمعيه ولا نكون في نادي ولا نكون في مؤسسه يعيشك شكرا معليش معليش يعطيكم الصحه فيكم انا يعطيكم الصحة شكرا شركات بارك الله فيكم على حضوركم وعلى الاستفادة الطيبة الحمد لله كسكنات جمعية ولا صالح نادي ولا مليح تبيبليي الأفكار تاعك ولا الإنجازات تاعكم مثلا كما الحدث اللي درتوه اليوم. علاش؟ كنت هضرت من قبيل على نقطة التمويل باغفوا ما يكونش كاين لازم كدبر تمويل وباش لازم دبر تمويل مثلا في مجال البترولي يقول لك ابعث لي لاباج فيسبوك ابعث لي نشوف خدمتكم كي يكونوا ديجا عندكم دي زالبوم واجدين تاع خدمتكم يكونوا عندكم حضور في مواقع التواصل الاجتماعي يخلي انه الناس تقدر تهضر عليكم بالخير تقدر تقول عندكم فيزيبيليتي. وبهذه الطريقه كي تشاركوا في برامج تاع تمويل تقدروا تربحوا تمويل باسكو ديجا عندكم مصداقيه الناس راهي تشوف واش راكم تخدموا. دوكا مواقع التواصل حبينا ولا كرهنا لازم نكونوا فيها بصح لازم نختاروا الطريقه والامكانيه يعني الطريقه المناسبه اللي نكونوا حاضرين بها كيفاش نهضروا على رواحنا كيفاش نكسبوا على رواحنا على رواحنا كافراد ولا كمؤسسات ولا كجمعيات ولا كنوادي بطريقه تخلينا نربحوا فيزيبيليتي تخلي لي سوسيتي تستعرف بينا مثلا اذا راكم تكتبوا في لينكد ان كاين تما بزاف ناس بروفيسيونيل يقدروا يطلعوا على واش راكم تخدموا سواء كفرد ولا كمجموعه كما الاس بي عندهم باج لينكد ان والجامعه تخلي عندكم فيزيبيليتي تخلي عندكم مصداقيه تخلي الناس تقدر تثق فيكم وتتعاون معاكم وتقدروا ميم كي يكونوا برامج تاع تمويل جينيرالمون يطلبوا لي ليان تاع لي باج تاع مواقع التواصل يقدروا يلقاو فيها محتوى. دوك حبينا ولا كرهنا محتوى يعني المحتوى يساعدنا كيما نقولوا نتقدموا. وقتاش ما نهضروش على ما
التجارب ولو اكتشف كي تكون حاجة شخصية، كي تكون حاجة بغير وصح درتها لله في سبيل الله، صداقة، زكاة، تحبيت تصدق، هذيك بينك بين ربي، مش لازم تهضر عليها في مواقع التواصل. إذا درت حاجة شخصية، إذا درت حاجة أنا أشوف هكذا، إذا درت حاجة يا سيدي ماكش حاب الناس تعرفها، ولا عاونت واحد، ولا نصحت واحد، أنا مش لازم الناس تسمعها ولا الناس تشوفها، هذيك بينك بين الفرد، بينك بين مولاك، بينك بين كما نقولوا هذه حاجة كما نقولوا فريمون فريمون شخصية. وأنا شوف بلي الحديث فيها ممكن يكون فيه رياء، أما الباقي كي نقول نوادي وجمعيات فتبان لي حاجة عادية. هل لازم نتخصص في مجال التطوع؟ ممكن تبداو مع الأول تجربوا في الطفولة، تجربوا في كيما أنا كانت عندي تجارب مختلفة، ومن بعد كي جربت بزاف حوايج بانت لي المونتورينغ أحسن حاجة. ودوك هذه الحاجة اللي راني مركز عليها، يعني تو سكي كونفيرونس في ديفلوبمون دو كارير لقيتها تخدمني في مجالي المهني، لقيتها تخدم تعاون الناس باسكو عندنا ان سيريو بروبليم تاع لومبلوا، عندنا ان سيريو بروبليم في لي زيتود، من داك نلقاو بلي كاين مشكل بين الاكاديميه والمهنيه، عندنا بروبليم انه الناس ماهيش تقدر تلحق للناس باش تهضر على واش عندها كاباسيتيز ولا واش عندها كيفاش نقولوا كفاءات. فهاد سكيلز فهاد الطريقة تعاون بزاف. يعني أنا بعد وقت باش قررت أنه نتخصص في التطوع تاعي. هل ننضم للجمعية ولا نأسس نادي؟ تقدروا تبدأوا بالانضمام، تشوفوا الناس كيفاش تخدم، تشوفوا العالم التطوع كيفاش راهو ماشي، ومن بعد تحبوا تستقلوا بالمجال تاعكم، تحبوا تأسسوا المبادرة تاعكم، سواء جمعية ولا نادي ولا اللي كما نقولوا تتوافق مع لي فالور تاعكم، مع لي زوبجيكتيف تاعكم، ولا واش راكم حابين تحققوا. اي كذلك ممكن، وكاين من سلسله شارك سلسله تعلميه حول العمل التطوعي في اليوتيوب، خدموها جمعيه السيدره، تقدروا تلقاوها في يوتيوب، تعطيك من ا للزد كيفاش تخدم جمعيه ببوراقها يعني قانونيا. هذا يعني خليته لهنا كمرجع ممكن تستعملوه. بالنسبه للفرق بين الفعاليات الحضوريه والرقميه، انا باش ما نكذبش عليكم نحب الفعاليات الحضوريه، نحب نتلاقى مع الناس، نحب الكونتاكت ايمان، نحب هكذا يكون كاين اخذوا عطاء يعني في الحديث في التواصل وعنده امباكت كبير. للاسف بديت انا عمري ما درت فيرتوال حتى جات الجائحه. في الحقيقة عاوني بزاف، عاوني كما قلت لكم في الوصول، في الاتفاق مع الناس، في مثلا عمرنا هذاك الوقت اللي كنا قاعدين فيه في الدار. صح مع الوقت هذه كما نقولوا تجربة شخصية ترجع لي، يعني غادي نعبر عليها. وبلس كنت نخدم في الدار مدة عام ونص، حسيت بلي هذاك لو كونتاكت فيرتوال راهو مانيش نحس به، نحس بلي كاينة حلقة مفقودة، راني نحس بلي راني نهضر مع دي زيكرون، مين داك راه ميوتي، مين داك على بالي بلي هذيك لا بيرسون هي قاعده ورايحه لهي، ماهيش حاضره بصح ماهيش حاضره. يعني هذا هو الانطباع اللي كان عندي على الفعاليات الرقميه، ما كانش كونتاكت. مثلا يقول لي راني حضرت هذاك الايفنت ما شفتش على لا بيرسون، مي هكذا كي نحضر ونتلاقى مع الناس يكون هاد الشغل الذاكره تاعي تكون لاباس بها شويه، جو تخدم من في المعلومات، يعني كيفاش نقولوا يكون النتورك بلوز افيكاس. فوالا هذا مكان نيكست. تقدروا تتواصلوا معايا على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعمل بزاف لينكدين، ماشي بوبليسيتي هو اللي نستعملو فيه، خدمتي ونحسوا باللي عندك اكسسيبيليتي كامل لي ريزو بروف، يعني الريزو بروفيسيونيل في مجالك وفي مجالات واحده اخرى. والناس كاين بزاف ناس معطاءه في مواقع التواصل الاجتماعي، يسوفي باش كي تهضروا معاهم تقدموا رواحكم، اعرفوا واش تكتبوا، اعرفوا كيفاش تتواصلوا معاهم، وما تاخذوهاش بشكل شخصي اذا ما جاوبوش عليكم في اللحظه، ولا الاسئله تاعكم سيو تقصوها على اكثر من شخص، ما تخليوش ثاني لا بال عند اون سول بيرسون تقول هذيك لا بيرسون ما ريبوندات لي. هذا ثاني مشكل خلقت كيما نقولوا لا كومونيكاسيون ايفيد. نفرح يعني باستقبال اقتراحاتكم، اذا كاين مواضيع نقدر نتحدث عليها في
قناتي ولا في المدونه تاعي، باسكو في المدونه تاعي نكتب بزاف على الفرص الدراسه في الخارج، وفي الشان يوتيوب تاعي نستقبل ناس من مختلف التخصصات باش يشاركوا تجربتهم اللي يقدروا يتعلموا منها كامل. وشكرا لوقتكم وشكرا لحضوركم وبارك الله فيكم. كل الشكر للمهندسة وملهمة الشباب.